بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. البنات اللي متبعيني تنسلم عليكم، تنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الظروف والاحوال. بوجيتكم بعد الرشيمة ان شاء الله غادي نخدمها معكم بالمثقب بالكاوية، رشيمة بالوينات مفتوحين غنخدمها ان شاء الله في توب بيض. رشيمة هي هادي باش ان شاء الله غادي يبغي ياخد الرشيمة، غادي نخدمها بهاد التوب بيض هكذا بالوينات، الوينات مفتوحين في توب بيض ديال الجوهرة. وتبعوا معايا الفيديو ان شاء الله حتى الاخير، وفرجة ممتعة. والبنات اللي باغيين يتعلموا المسوس مرحبا بهم، وتبارك الله عليكم. ما تنساوش البنات لايك واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. تبارك الله عليكم، تبعوا الفيديو حتى الاخير.
سلام بنات، هاهي الرشيمة كيفاش طلعت، شتا كيفاش جات. نتمنى ان شاء الله تكون بنات الاعجاب ديالكم. الوينات جاو مفتوحين في البيض، جاو زوينين الوينات في هاد البيضات. وقولي كي جاتكم البنات في التعاليق، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. ها باقي ما مصلوحاش، يا كويتو باقي ما مصلوحش، ملي يتصلح غادي يزيد يتطلق. المهم راه الشكل غادي يجي بحال هكذا، شنف. نتمنى تعجبكم البنات، و الى فيديو جديد ان شاء الله.